اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من حكاياتنا في برنامجنا علم طفلك. النهارده حلقتنا هتكون جميله بوجودكم وتواجدكم معانا واتصالاتكم على ارقامنا. هكون معاكم انا نور الحسيني لمده ساعه متكامله على الشاشه ان شاء الله، مستنيه اتصالاتكم ومتابعتكم في حلقتنا النهارده. والنهارده هنتكلم عن دور الثواب والعقاب في نجاح تربيه الابناء. لكن قبل ما نتكلم عن حلقتنا النهارده، خلونا نحيي كل شهدائنا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ونسمع اللي هيبتدي على الشاشة دلوقتي. كان يسكت الأرض محاربين فرسان، كانوا دايما مستعدين في أي آن أو زمان للدفاع عن الأوطان. استعدت مدافعهم واستقبلت صورهم رصاص الخونة، كانوا في يوم منهم سيرتهم عصية عن النسيان، هتفضل سيرتهم حاضرة علشان تغير خارطة الأزمان. سطر التاريخ بطولتهم الرجال بقلمك والألوان. لتاريخنا ما تنساش أبدا رجالنا الشجعان أبطال الوطن، رحم الله شهداء الوطن، الشهيد البطل النقيب مصطفى عثمان، الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، الشهيد البطل النقيب محمد الحسين، الشهيد البطل النقيب محمد سمير. حيا مصر ويحيا شبابها. مرة تانية مشاهدينا ونقول لشهدائنا ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، شهداء الوطن اللي بيحسسونا بالأمن والأمان علشان نقدر نعيش ونكمل في الأوطان. تعالوا نكمل حلقتنا النهاردة، وحلقتنا بعنوان دور الثواب والعقاب في نجاح تربية الأبناء. عايزة أقول لكم أن كتير من أولياء الأمور وكتير من مشاهدينا بيغلط جدا في تربية أبنائه، أنه دايما عنده حاجتين، لإما ثواب كتير قوي لإما عقاب شديد جدا. طيب فين الوسط؟ احنا عايزين نحاول ان احنا لما بنربي ابنائنا نعلمهم شيء من الصح، انت بتقدم له شيء من الثواب علشان يعرف ان ده شيء صح وبيقدر ان هو يتجاز عنه. وكمان من فكرة الثواب والعقاب طبعا من ربنا سبحانه وتعالى، مش هي فكرة، هي موضوع حياة. لو زرعت جوه طفلك الثواب والعقاب وقدرت تقوله ان انت من خلال نفسك ومن خلال توجيه نفسك يا حبيبي، انت اللي بتقدر تحدد من خلال قلبك انت رايح فين، عايز تروح الجنة، طيب نعمل كذا كذا كذا، وما نحاولش نكذب، ما نحاولش نأذي اصحابنا، ما نحاولش ان احنا نقدم لهم اي شيء وحش يأذيهم سواء كان بكلمة او بفعل. لكن يا صاحبي يا حبيبي، انا لو قدرت ان انت تكمل وتعمل شيء من العقاب او شيء يخليك تروح النار، لو كذبت هتروح النار، لو عملت اي شيء وحش في حياتك هتروح النار. يبقى احنا لازم يا حبايبي نتبع طريقه الثواب في حياتنا، ولازم تبقوا عارفين ان هيكون لينا ثواب من خلال اعمالنا الخيره. علشان كده يا اصحابي قدمنا لكم دور ومعلومه مفيده من خلال برنامجنا. ايه هي معلومتنا النهارده؟ هنقول لكم عن معلومه خطيره وهنكمل ازاي ننمي ذكاء اطفالنا. قلنا المعلومه الخطيره ان البيض بينمي ذكاء وخلايا المخ عند اطفالنا، وكمان هنقول لكم على ان الشمس التعرض ليها لمده 15 دقيقه للكبير او الصغير. ولكن هقول لكم عن معلومه، مش معنى كده ان انا اقعد في وش الشمس واقول لا كده الشمس هتحميني، لا، انت استدبر الشمس، يعني خليها دايما على ظهرك مش على وجهك الجميل، تمام، علشان تقدر تنتفع بالطبيعه الخلابه اللي ربنا خلقها لنا. وكمان قدرنا نعرف ان الشمس بتدينا فيتامين د، او بتحاول تنمي جوانا فيتامين د اللي بيساعدنا على ذكائنا وعلى تنميه خلايا مخنا، وكمان بيقوي الذاكره عندنا. طيب تعالوا نكمل حلقتنا، ازاي الثواب والعقاب هيكونوا دور اساسي في نجاح تربيه الابناء. كتير من اولياء الامور بيغلط جدا 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 انه بيعاقب على طول وباستمرار نتيجه ضغط نفسي، نتيجه ان هو جاي من بره عايز يرتاح، سامع ابنه وهو بيعمل دوشه. لا،
انت المفروض ان انت بتفصل ما بين شغلك وما بين بيتك. كمان فكرة العقاب الشديد للأبناء باستمرار بيخليهم ان هم ياخدوا مناعة، زي ما احنا جسمنا بياخد مناعة من كل شيء حوالينا. صح يا توتة؟ ايوه صح يا ناني، وحشتيني يا توتة. انا مستنياكي تكملي كلامك علشان اقول لهم ان لازم يا اصحاب نعمل كل شيء حلو وجميل، ونتابع الخالة ناني ونسمع كل كلامها علشان هي دايما بتقول لنا كلام صح. بحبك جدا يا توتة، وبحب كل اصدقائنا اللي بيسمعونا في كل مكان. والحقيقة ان انا كنت مبسوطة جدا 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 بتواصل اطفالنا معانا الحلقة الماضية، واللي اتكلموا معانا عن ازاي بينموا مهاراتهم، وازاي بينموا خلايا مخهم، وازاي بيساعدوهم بابا وماما في ده ان هم بيحبوا القراءة بشكل وباستمرار علشان يقووا ذاكرتهم، وعلشان يقدروا ان هم يكتسبوا معلومات اكتر يفيدوا بها غيرهم. وكان معانا مروان وآسر اللي تواصلوا معانا عبر السوشيال ميديا وقالوا لنا عن اعجابهم بحلقتنا. كمان يا أصحابي عمر وفريدة وتامر وأولاد تاني كتير، وهنرحب بيكم إن شاء الله في خلال حلقتنا الجاية. خلينا نكمل الحلقة بتاعتنا، دور الثواب والعقاب في تربية الأبناء. لكن قبل ما هتكلم في تاني جزء خاص بالتربية وتاني جزء خاص بخصوص الثواب والعقاب، خلونا نسمع حكاية من المبدعين الصغار في مسابقة المبدع الصغير اللي برحب بيها بكل الأطفال من كل بلدان العالم، وهنسمعكم نموذج رائع 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 من خلال حلقتنا النهاردة. إن شاء الله هتسمعوا قصة مفيدة وخطيرة من كل بلدان العالم بيشاركنا كل الأطفال العرب في كل مكان. عايزة أقول لكم من خلال حلقتنا إن إحنا بنطلق مسابقة المبدع الصغير. يلا نسمع الحكاية ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رتاج أسامة خلف، عمري 13 سنة من العراق. أهدي حكايتي إلى خالة ناني مسابقة المبدع الصغير، وأشكرها على اهتمامها وتشجيعها لي. تحية من أرض الرافدين العراق الحبيبة إلى أرض النيل مصر العزيزة. اللهم احفظ العراق ومصر. حكاية أمل. كم كنت أحب الحياة والأزهار وسط مدينتي صلاح الدين، حيث كنت أتعلم في مدرستي في بيجي ومعلماتي. كنت في الصف الثاني ابتدائي عندما احتل الأشرار مدينتي التي خرجنا منها نحو مدينة أخرى لم يمسها الخراب. في أثناء ذهابنا كنت أنظر للخلف نحو العواصف المدمرة والمكان المعتم الذي سحقت الأزهار فيه. وبعد وصولنا إلى المدينة الجديدة توقفت عن النظر للنجوم التي تزين السماء والحلم. جذور موهبتي دفنت عميقا، توقفت عن النمو وتم نسيانها. لأقرر أخيرا أن أكمل دراستي وأمضي نحو حلمي. لتأتي أيام الربيع وتتفتح الأزهار، رسمت بيتا جميلا بديلا عن بيتنا المهدوم. رسمت حديقة الأزهار تماما حيث كنت ألعب. رسمت مدرسة تماما كمدرستي التي دمرت، حتى لو تعثرت وسقطت سأنهض مجددا وأمضي نحو حلمي. الآن بعد 5 سنوات قررت أن أصبح رسامة ومهندسة معمارية لتنهض مدينتي من جديد إن شاء الله. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومتابعينا في حلقتنا النهاردة. عايزة أقول لكم إن حلقتنا مش هتكمل غير بوجودكم ومتابعتكم إن شاء الله، وبنعتذر أكيد عن التأخير النهاردة في الهوا. لكن عايزة أقول لكم إن رتاج أسامة قد إيه الأمل بيزرع فينا، إن إيه الأمل واليقين في الله سبحانه وتعالى. بيقدر أستأذنكم إن ممكن نقفل الإربيس؟ طيب نرجع تاني ونكمل حلقتنا. معلش ان انا طلبت منهم قفل الاربيس ده علشان نقدر نتابع حلقتنا واسمعكم كويس جدا.
طيب يا أصحابي ويا أحبابي في كل مكان، قد إيه الأمل واليقين في الله سبحانه وتعالى بيخلينا نكمل وإن إحنا نزرع بذور النجاح لينا ولمستقبلنا. قد إيه رتاج أسامة لمست فينا وفي القصة الجميلة دي، صح يا توتا؟ صح يا نيني، لمست فينا النجاح والأمل، وقد إيه إن إحنا نتخطى كل شيء في حياتنا وكل صعوبات ممكن تقابلنا نتخطاها بالأمل وبالنجاح. تعالوا نكمل حلقتنا النهاردة بالثواب والعقاب ودوره في تربية الأبناء. لو حياتنا كلها ثواب ثواب ثواب، هنخلق طفل مدلل، والطفل ده مش هيأدي الدور الناجح لنفسه ولا دوره في مجتمعه. لكن لو كمان خليناه عقاب 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 باستمرار، برضو الطفل مش هيقدر انه يتفاعل مع العالم المحيط بيه، وهيخلق له نوع من انواع التوحد. ممكن تكون انت سبب في اذية طفلك من غير ما تحس. ممكن لو انا اتبعت اسلوب العقاب الشديد او الثواب الشديد او الدلال الشديد بالنسبة لطفلي، انا بساعده انه هو ما يكونش متفاعل مع المجتمع، يكون بخلق فيه نوع من انواع الامراض النفسية المختلفة. عايزة اقول لكم انكم تقدروا تتواصلوا معنا على الارقام اللي على الشاشة. هنكمل حلقتنا وبنقول لكم برضو ان الثواب والعقاب لازم يكون في وسطية في المعاملة ما بين الابناء. لو عمل شيء كويس كافئه، كافئه باي شيء معنوي او مادي تقدر ان انت تحسن فيها من نفسه وتلهمه ان الثواب ده جزاته الجنة ان شاء الله، وان العقاب الشديد ده ممكن يؤدي به الى النار. يعني انت كده يا حبيبي كل ما بتغلط بتأذي نفسك قبل ما بتأذيني. هيقولك ازاي يا بابا او ازاي يا ماما، هتقوله لان كده بيتكتب عندك سيئة، والسيئة دي تمام. ونقول الو. الو. ايوه اهلا وسهلا. زي حضرتك استاذة نورة. اهلا وسهلا استاذة مين معايا؟ معاكي نرمين. اهلا وسهلا باستاذة نرمين. ايه رأيك في حلقتنا النهاردة؟ نرمين تسلمي لي. كنا بنتكلم عن الثواب والعقاب ودوره في نجاح تربية الأبناء. عايزاك تشاركينا، عندك أطفال أكيد؟ أنا عندي. عندك مين؟ آسر 6 سنين. ما شاء الله. وعمر 11 سنة. ما شاء الله. تمام. موضوع الحلقة فعلا شيق جدا، وفعلا هو مش الثواب والعقاب ده حاجة مسببة لي مشكلة كبيرة قوي. وفعلا أنا يعني مش عارفة أعمل بالانس إزاي. لو عملت عقابات كتيرة بيضايقوا فعلا، ولو عملنا ثواب بيتدللوا، ولو حاولنا نعمل وسط يعني برضو يعني شوية يسمعوا الكلام وشوية يرجعوا يدللوا علينا. فالبالانس ده فعلا موضوع مرهق جدا ومتعب وصعب، مش عارفة أعمله إزاي. من خلال حلقتنا هتقدري بإذن الله تقدري تعملي التفاعل ده مع أولاد حضرتك، وأكيد أعمارهم المختلفة. هنقول لحضرتك من خلال متابعتك لبرنامجنا إزاي تتعاملي مع الأولاد واختلاف أعمارهم. أكيد الطفل اللي عنده 11 سنة مختلف التعامل مع الطفل اللي عنده 6 سنين، لأن 6 سنين إحنا لسه بنزرع فيه القيم والمبادئ، لكن 11 سنة هو خلاص دخل في سن معين ابتدى إن هو يحدد شخصيته أو نفسه يكون شيء معين، فبيبتدي إن هو يتعامل مع الآباء والأبناء. وده هيكون موضوع حلقتنا الجاية، إن هو بيتعامل كشخص كبير إن شاء الله. هنكلمكم عن السن ده وعن التعامل معاه. شكرا أستاذ نرمين على اتصالك، سعيدة جدا بتواصلك معنا، وبتمنى نسمع أصوات أبنائنا في حلقتنا إن شاء الله. تمام. ونقول ألو أستاذة شيماء من 6 أكتوبر. ألو صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا إزاي حضرتك بيكي. أهلا بيكي. إحنا مبسوطين جدا بمشاهدة حضرتك في البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، إحنا اللي سعدة بتواصلك معنا. قولي لنا أستاذة شيماء، عندك مين من أبنائنا؟ ألو. أنا عندي من أبنائنا، عندي جودي وعندي حمزة. ما شاء الله. أعمارهم قد إيه؟ جودي 8 سنين. ما شاء الله. وحمزة؟ وحمزة 6 سنين. تمام. موضوع حلقتنا النهاردة كان عن الثواب والعقاب. قولنا بتقدري تتعاملي مع أبنائك إزاي، أو بتحدد لهم ثوابهم إزاي، أو بتزرعي فيهم القيم دي إزاي؟ والله وإحنا عاملين في البيت يعني رولز كده، إن أنت لو هتمشي عليها هتبتدي ننفذ الحاجات اللي أنت بتحبها، إن إحنا نخرج، ممكن تستخدم الموبايل أو التاب بتاعك فترة. لو هو ما مشيش على الرولز بتاعت البيت او الحاجات اللي مطلوبه منه، المهام اليوميه، بيتحرم من حاجه من دي. تمام. عايزه اعرف من حضرتك، علشان هكمل حلقتنا بناء على كلامك، قد ايه الوقت اللي بتسمحي لابنائك فيه باستخدام التابلت او الشيء اللي هم بيحبوه، صح كده؟ تمام. بتسمحي لهم بوقت قد ايه لاستخدام التابلت او الموبايل كالعاب او كتعارف على الانترنت او كده، بتسمحي لهم بقد ايه من الوقت؟
يعني ممكن تبقى ساعتين بس متوزعة على مدار اليوم، يعني نص ساعة في تمام، نص ساعة، مش ساعتين كاملين. هايل جدا. عايزه اقول لحضرتك انا سعيده جدا باتصالك وبتربيتك لابنائك وبكل الامهات اللي بيتواصلوا معانا من خلال حلقتنا. ان شاء الله هتستفيدوا كتير في دور التربيه من خلال الثواب والعقاب، وده اللي المفروض يكون عليه كل اب وام في تربيه حبايبه وابنائه. ايوه يا نيني، انا بحب كل اصدقائي وبحب كل اللي بيعملوا لي ثواب، وكمان بكره جدا العقاب عشان ممكن اروح فيه النار. ايوه يا توته، صح الكلام اللي انت بتقوليه. لو احنا كلنا حافظنا على ابنائنا وقدرنا ان احنا نزرع فيهم الثواب والعقاب، وقد ايه حياتنا هتكون جميله لو كنا يعني لو كانت جميله بالخير. عايزه اقول لكم على حاجه برضو خطيره جت في ذهني دلوقتي، ان الاخطاء اللي بنقع فيها ممكن نتعلم منها عشان ما نكررهاش. الطفل بيحاول ان هو يتعلم او يكتسب مهارات من كل شيء موجود حواليه، فعلشان كده ممكن يخطئ لانه طفل، فبيتحاول يكتشف العالم اللي موجود حواليه، فبتقدر ان انت من خلال اخطائه توجهه للصح، ما تسيبوش كده وانك تعاقبه بشده لو كرر الاخطاء بتاعته. بتوجهه لان ده خطأ وان انت مش هتعرف تتعامل معايا، او يا حبيبي ده كده شيء مؤذي، انت كده بتأذينا او بتأذي نفسك بالاخص. انت لازم تنصحه ان هو الشيء اللي بيعمله ده مش بس اذيه ليك، ده اذيه لنفسه. وزي ما قلت لحضراتكم لازم نزرع جوه اولادنا فكره الثواب والعقاب زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا. وزي ما احنا عارفين ان لو عملنا خير هنروح الجنة، لو عملنا شر هنروح النار. وان فكرة ان انت بتخطئ كتير وبتتعامل بشكل خاطئ مع غيرك، الفكرة دي هتخليك ان انت ممكن تروح النار، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطيف وكريم. حمزة من الجيزة، ونقول الو. الو، اهلا يا حمزة، منورنا يا حبيبي. الو، كم عمرك يا حمزة؟ ازي حضرتك؟ اهلا، الحمد لله يا حمزة. كم عمرك، عندك كم سنة؟ عندي 6 سنين. حبيبي يا حمزة، منورنا. قول لي يا حمزة، بتحب الخالة ناني؟ نعم. بتحب الخالة ناني؟ خالة ناني؟ بتحب حكاياتها؟ طيب تقدر تقول لنا عن حكاية جميلة في ذهنك دلوقتي تحكيها لنا لأصحابنا؟ يلا احكي لنا. قول، أنا معاك. كمان المغامر سالم. تمام، المغامر سالم، كمل. انا سامعاك وكل اصحابنا سامعينك. وكمان انا احبك جدا يا حمزه. انا توته، شايفني؟ توته بتسلم عليك جدا يا حمزه وكل اصحابنا اللي بيسمعونا. شكرا ليك يا حمزه، شكرا لاتصالك يا حبيبي، وبتمنى اسمع كل اصوات احبابي احباب الخلاناني في كل مكان من خلال برنامجنا علم طفلك. خليكم معانا علشان نتكلم عن الثواب والعقاب، واللي قالته لنا استاذه شيماء كان خطير جدا، ان هي بتسمح لابنائها بوقت جميل على اللاب او الموبايل. استاذ محمود من الدقهليه، استاذ محمود من الدقهليه، وبعد كده نكمل حوارنا. الو. اهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ اهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن بس استاذن حضرتك توطي صوت التلفزيون شويه، تسمعنا من التليفون. اسال حضرتك سؤال بخصوص، عندي بنتي 3 سنين. ما شاء الله. وعنيده جدا، يعني بتقولي لها على اي حاجه بتعاند وتعمل افعال. الواحد يمشي معاها في التربيه بتاعتها ازاي مع الشخص الطفل العنيد بالذات في السن ده؟ تمام، هنقول لحضرتك خليك متابعنا وانا كيسه معاها وهي بتعيط. سلامتك يا حبيبتي، منورنا باتصالك استاذ محمود، وهنجاوبك على سؤالك. لكن خلينا نكمل موضوعنا عن الموبايل وعن استخدامه. عايزه اقول لكم ان كتير من اولياء الامور وكتير من الاباء والمعلمين او اي حد او تيتا او جده اللي موجود معانا في البيت عشان اسكت ابني، ببتدي اديله الشيء اللي هو بيريحه، وده برضه هيكون شيء من العند، ممكن يتخذ اسلوب العند علشان يحصل على الشيء اللي هو عايزه. ان هو بيعند معاك، هو كطفل عايز الحاجه دي، فبيبتدي ان هو يزعق او يصرخ او يعمل اي شيء ممكن يضايق حضرتك او يفهم دماغك ان انت بتتضايق من ايه، فيبتدي ان هو يعمل عكس الشيء ده علشان يحصل على اغراضه.
طيب هنعمل ايه لاطفالنا في الحاله دي؟ عايزه اقول لكم ان اسلوب الثواب والعقاب شيء جميل جدا معاهم. هديك اللي انت عايزه بس مش بالاسلوب ده. لما انت تفضل تعيط مش هديك الحاجه اللي انت عايزها، لما تفضل تضايقني مش هديك الحاجه اللي انت عايزها، لو سكت هديها لك فعلا. وفعلا هتلاقي اسلوب تعامله كطفل عنده 3 سنين او 4 سنين وهو على فكره بيبتدي يفهمك ومستوعب منك كلامك البسيط، جملك البسيطه اللي بتبتدي تقولها له. من خلال كلماتك البسيطه دي هتوجهه ان هو لو بطل الشيء اللي هو بيضايقك انت هتقدر ان انت تعمل له الحاجه دي، بس لوقت معين. هتقول له مثلا لمده 3 دقائق، معاك اهو الصوره او الورقه بس ما تحاولش توقعها، خد بالك منها. مثلا اي شيء انت هو شابط يعني عايز ياخد الحاجه دي باي شكل، انت بتحاول توجهه من خلال كلماتك وتحاول تبسط له كل معلومه او كل كلمه انت بتقولها، سواء كان عنده 3 سنين 4 سنين. انا بكلم الاطفال اللي ما بيقدروش يستوعبوا. منار من هنا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا استاذه منار. عامله ايه يا دكتوره؟ الحمد لله تمام. استاذه منار منورانا باتصالك من هنا صح كده؟ النبي ده بنورك، عجبني جو البرنامج وكلامك شيق وحلو كده جو والله. ربنا يخليكي، ده نور قلبك ووجودك معانا. عندك اطفال؟ الله يبارك لك. الله يخليك. عندي اربعه. عندك أربعة، أعمارهم قد إيه؟ 11 سنة. كم؟ 11 سنة، معايا بنتي الكبيرة نور 11 سنة. ما شاء الله، وبعد كده؟ وأخوها 9 سنين، وأخوها الثاني 7 سنين، وأصغرهم بنتي فرحة يعني 3 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. عايزة أعرف منك إزاي قدرتي تتواصلي معاهم مع اختلاف أعمارهم؟ وازاي قدرتي تقنعيهم بالثواب والعقاب؟ قلت لهم ايه او قدرتي ان انت تتعاملي معاهم ازاي؟ والله انا متصله عشان انت اللي توجهيني، انا غلطت معاهم. تمام. انا غلطت معاهم يعني في عنده وفي عنف بناتهم يعني، ومحتار اعمل ايه معاهم. هنكلمك في خلال موضوع حلقتنا الجايه، هنكلم عن الغيره وهنتكلم ازاي نزرع في اطفالنا الحب اللي من خلال اخواتهم او اصدقائهم الموجودين. ان شاء الله هيكون موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله، خليكم متابعينا. شكرا استاذه منار من هنا، بشكرك جدا لاتصالك وبشكر اهل الصعيد كلهم واهل البحري واهل تمام. ونقول الو. الو. اهلا استاذ. استاذ ايهاب معاكي. اهلا استاذ ايهاب، منورنا منورنا. استاذ ايهاب، عايزه اعرف انت عندك ابناء؟ لا والله انا لسه، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله. بس انا معجب جدا بالحلقه ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، وانا متابع الخلاناني ومتابع يعني. شكرا استاذ ايهاب من احباب الخلاناني، بشكرك جدا جدا على اتصالك، وان شاء الله تلاقي معلومات قيمه خلال الحلقات القادمه لابنائك في المستقبل باذن الله، ولزوجتك ان شاء الله عشان تحسن تربيه ابنائك بامر الرحمن. خليكم معانا ونكمل حكايتنا النهارده وحلقتنا النهارده. ايوه يا ناني انا بحبك قوي، يلا نكمل. قلنا علشان نتعامل مع أولادنا، وكنا بنتكلم عن الموبايل. لو هكافئ طفلي، أيوة فعلا أنا ممكن أديله ساعة بس طيب قبل ما نكمل حلقتنا تعالوا نطلع فاصل نسمع حدوتة من متسابقينا الجمال ونكمل حلقتنا إن شاء الله. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في حلقتنا النهاردة، حلقتنا من برنامج نعلم طفلك مع نور الحسيني. طبعا أنا سعيدة جدا باتصالاتكم وسعيدة جدا بأسئلتكم الجميلة المباشرة في تربية الأبناء، وده إن كان بيدل على أننا عايزين نعرف إزاي نربي أبنائنا. من خلال البرنامج هقول لحضراتكم عن تفاصيل خطيرة في تربية الأبناء وزرع الحب جواهم. لازم تزرع في طفلك الحب علشان يقدر يتعاون مع غيره. ساعده، اعمل موقف قدامه مع والدته او مع اي حد من الجيران ان انت بتساعد غيرك. وفعلا دي حقيقة بينا كشعب مصري، احنا بنحب جدا التعاون، لكن خلي ابنك يشوفك وانت بتعمل الحاجات الجميلة دي. تمام. ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. مين السلام عليكم. ام علي معانا. استاذه عامله ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك المشكله عندي في الاولاد، دايما يتخانقوا مع بعضيهم، دايما يضربوا مع بعضيهم طول النهار طول النهار. اعمارهم قد ايه؟ بقى حتى لو قلت لهم هديلكوا حاجه حلوه او كده
او الاساليب دي برضك يقعدوا شويه ساكتين وبعد كده برضك يقعدوا يضربوا بعضيهم ويتخانقوا مع بعضيهم. تمام، على فكرة احنا وجهنا من خلال حلقتنا ان مش على طول انا بوجه بعطيهم الشيء ده، الثواب ده او الشيء اللي انا عايزه اعطيه لهم، مش بديه لهم باستمرار، انا بحاول ان انا اقوم سلوكهم من خلال ده. لو قدرتي توصلي من خلال برنامجنا ان ازاي تقدمي الشيء ده، امتى تقدميه؟ لما يحسنوا من نفسهم فعليا، مش يقعدوا 5 دقائق تقولي لهم هشوف مثلا لغايه اخر اليوم، انتوا هتعملوا ايه النهارده؟ هشوف لغايه اخر اليوم، ولو قدرتوا فعلا تقعدوا ساكتين ومحدش فيكم قدر يتكلم مع التاني، بس قبل ده انا عايزه اعرف اعمارهم قد ايه؟ ام علي؟ الو؟ عندي 11 سنه تمام وتسع وعشر سنين ما شاء الله وست سنين ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. اولا كل طفل، شكرا ليكي ولاتصالك، وانا هجاوبك حالا وهجاوب استاذه منار واستاذ محمود اللي طلبوا مننا تقريبا نفس السؤال، ان الطفل عنيد او بيعمل سلوكيات في وقت كده انا مش قادر اسيطر عليه او مش عارف اتعامل معاه ازاي من خلال الثواب والعقاب. اولا بلاحظ فكر كل طفل وعمره. الطفل اللي عنده 11 سنة أكيد مختلف جدا عن الطفل اللي عنده 6 سنين أو أقل، أو الطفل اللي عنده 9 سنين أو 10 سنين، كل واحد له شخصية وشخصيته. طبعا ال 11 سنة بيبقى شايف نفسه أنه هو خلاص ابتدى يكبر، مش عايز التعامل الطفولي، فحضرتك بتقدري توجهيه من خلال أسلوبك معاه، ما تعامليهوش كطفل أبدا لأنه هيبتدي يكبر في المستوى المتوسط. لو أنت اديتني إحنا مش أطفال، إحنا ابتدينا نكبر، ما ينفعش تتعامل كده مع أخوك الصغير، أنت اللي هتعلمه. دايما ازرعي فيه القيم والمبادئ، وبعدين ابتدي وجهيه أن أنت بتخليه طفلك الصغير يتعلم منه. تمام، وبكده هتقدري تحلي مشكلة كبيرة جدا ما بين الأطفال أو ما بين الأولاد الموجودين عندك واختلاف أعمارهم. أما الطفل اللي عنده 6 سنين أو 3 سنين، فكل طفل فيهم له طريقة تفكير معينة، وأنا بوجه الجزئية اللي جاية دي إزاي أتعامل مع أطفالي، بالأخص الأطفال اللي عندهم 3 سنين أو 4 سنين فما فوق، يعني لغاية ما نوصل ل6 سنين هوجههم إزاي أو هتعامل معاهم إزاي. فكرة الثواب والعقاب جميلة جدا بالنسبة لهم، وكمان أنت بتقدر تقرأ تفكيرهم بشكل بسيط، لأن كل شيء أنت اللي بتكون زرعه جواهم. يعني بمعنى اخد بالي من تربيتي، اخد بالي من الكرتون اللي بيتفرج عليه، لانه من خلال الكرتون ده بيقدر يخزن معلومات في مخه. حاول ان انت تتابع هو بيشوف ايه علشان ترتاح فيما بعد في الاعمار اللي جايه بعد كده او في العمر الطويل ليهم ان شاء الله، لما يكبر تقدر ان انت تتوجه معاهم. طيب تعالوا نسمع حكايه جميله في مسابقة المبدع الصغير ونعرف طفلتنا بتكلمنا عن ايه. وعايزة اقول لكم انا برحب بيكم في البرنامج بكل مواهبكم من خلال ابعتوها لنا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب او الفيسبوك، او تقدروا تشرفونا هنا في البرنامج. اسمعوا الحكاية ونرجع تاني. ازيكم يا اصحابي، انا من احباب الخاله ناني، الخاله نوره الحسيني، انا بهديها حكايه من حكاياتنا يا رب تعجبكم. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. كان في مره ولد بيقول لماما انا عايز اروح العب في الجنينة، قالت له لأ، وبعديها قالت له روح قول لبابا، وبعديها راح قال لبابا يا بابا ممكن اروح العب في الجنينة، قال له لأ، قال له روح ذاكر. وهو بقى وهو طالع دخل اوضته وقال ايه ده بقى، انا زهقان قوي. وبعديها بابا طلع هو ومامته
وقالوا له انت عيد ميلادك بكرة وجيت صحابك عشان يلعبوا معاك وانا هجيب لك هدية جميلة. فقالوا له فقال لهم ماشي انا مبسوط قوي قوي قوي، فانا هقعد اذاكر كل اللي عليا عشان انتوا تتبسطوا بيا، وانا بقى فرحان قوي وسعيد جدا ان انتوا هتجيبوا لي لعبة جميلة قوي، وانا كمان فرحان قوي، وكمان انا بقى مش هزعلكم تاني ابدا ابدا ابدا. وقالوا له بقى احنا كمان بنحبك ومش هنزعلك تاني. وخلصت الحتوتة، حلوة ولا ممتوتة؟ مرة تانية مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، بنرحب بيكم وباتصالاتكم إن شاء الله. وعايزة أقول لكم إن المبدعين الصغار المبدعة راما الجميلة اللي أبدعت في حكايتها، والمبدعة ريتاج من العراق اللي أبدعت في الحكايات، عايزة أقول لكم تقدروا تتواصلوا معنا وترسلوا لنا كل حكاياتكم سواء كانت صوت أو كتابة. أهلا بيكم في برنامجنا علم طفلك من خلال حكايات الخالة ناني، بننشر كل حاجة ليكم إن شاء الله وبنعرضها عليكم في التلفزيون إن شاء الله لما تتواصلوا معنا. وأرقامنا زي ما هي ظاهرة على الشاشة، بنرحب بيكم. وأنا كمان برحب بيكم يا أصحابي، بحبكم جدا. شايفيني كويس؟ أنتوا أكيد مشفتونيش كويس النهاردة علشان أنا بحبكم قوي قوي قوي. أنا توتا، توتا دايما بتحكي لكم حكايات جميلة مع نيني. أيوة يا توتا، لكن إحنا النهاردة سمعنا حكايتين، هتطلعي تقولي لنا حكاية؟ لا، أنا هسيب كل أصحابي النهاردة إن هم يبدأوا يألفوا حكايات أجمل مني، وإن شاء الله في حكاية جديدة هنحكي لكم حكاية تانية إن شاء الله أنا وناني. لكن خليكم سمعينا ومتابعينا يا أحبيبي، بحبكم. طيب يا أصحاب، تعالوا نكمل. شكرا يا توتا على كلامك، أنا بحبك قوي. تعالوا نكمل النهاردة حلقتنا، وقد إيه دور الثواب والعقاب في نجاح تربية الأبناء. تمام، احنا اتكلمنا النهاردة عن كل شيء خاص بالتربية وبالثواب وبالعقاب، ان احنا ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي ننمي مهاراتهم من خلال الثواب والعقاب، ازاي ان انا اقدر ابدع في تنمية مهارات طفلي. ده اللي كنت هقوله وهقوله لكم باختصار سريع جدا، ان الموهبة بتقدر تحددها وتشوفها في طفلك من خلال ابداعه، من خلال ثوابك ليه. ممكن يكون عن طريق الشيء اللي بيحبه سواء كان رسم أو قراءة أو كتابة. ممكن تزرع في طفلك إن هو يحب كل شيء من خلال إنك بتجيب له ألعاب، وخاصة في الأعمار من سنتين لثلاث سنين وأربع سنين وكذا، يعني بتجيب له ألعاب خاصة باللغة عشان تنمي مهاراته وحبه للغة، وتقدر تلعب معاه وتتواصل معاه من خلال الألعاب دي. حاولوا تتواصلوا مع أبنائكم من خلال ألعابهم وخلال تفكيرهم، تقدروا تفهموا تفكيرهم من خلال ألعابهم. عايز أقول لكم نصيحة خطيرة جدا، وهي أننا لازم نقلل من ساعات استخدام الموبايل للأطفال. أنا عارفة أنه هو الوسيلة الوحيدة دلوقتي، لكن حاولوا جدا تقللوا من الوقت دوت لاستخدامهم فيه، لانه كتير بيدمر خلايا المخ الخاصة بيهم. وعايزة اقول لكم حاولوا جدا ان انتوا تبعدوا التليفون عن مخ اطفالكم او عن دماغهم. كتير من الاباء بيهمل وبيضع الموبايل بجانب الطفل او مش واخد باله او مش عارف، لكن ده بيدمر جزء كبير من خلايا مخه، واللي بيصيبه بعد كده بامراض متعددة بعد الشر عن اولادنا. قدرنا من خلال برنامجنا نوجه لكم الرسالة، وانا سعيدة جدا بتواصل معنا وباتصالاتكم النهاردة، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة هنجاوبكم عن كل تساؤلاتكم، وهتلاقوا معلومات مفيدة من خلال برنامجنا علم طفلك. معاكم الخالة ناني نورة الحسيني، وكمان توتا. باي باي يا أصحابي، يلا بقول لكم باي باي وانتظرونا في حلقة جديدة.